لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر فرح الرب سبحانه وتعالى بتوبة عبده حين يتوب إليه بالنظر إلى تعلقه بالإحسان والجود، فالله يحب الإحسان والجود والكرم والبر، ويحب سبحانه وتعالى العطاء لعباده، فلذلك إذا عاود العبد أسباب ذلك فرح الله سبحانه وتعالى بتوبته فرحا عظيما. قال: وأما إن لاحظت تعلقه، تعلق الفرح الإلهي لإلهيته وكونه معبودا، فذاك مشهد أجل من هذا وأعظم، وإنما يشهده خواص المحبين، فإن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته، وهذا هو الحق الذي خلقت به السماوات والأرض. عبادة الله هو الحق الذي خلق الله السماوات والأرض بالحق، خلق الله عز وجل به السماوات والأرض لأجله، لأجل أن تقام عبوديته عز وجل فيها. يقول: وهو غاية الخلق والأمر، غاية وجود الخلق خلق الله الخلق ليعبدوه، غاية وجود الأمر الله أمرهم ونهاهم، شرع لهم لكي يحققوا العبودية، ونفيه نفي العبودية لله كما يقول أعداؤه المشركون والنفاة المعطلة، نفيه هو الباطل والعبث الذي نزه الله نفسه عنه، وهو السدى الذي نزه الله نفسه عنه أن يترك الإنسان عليه، وهو سبحانه يحب أن يعبد ويطاع، ولا يعبأ بخلقه شيئا لولا محبتهم له وطاعتهم له ودعاؤهم له. وقد أنكر سبحانه على من زعم أنه خلقهم لغير ذلك، وأنهم لو خلقوا لغير عبادته وتوحيده وطاعته لكان خلقهم عبثا وباطلا وسدى، كما قال عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فهؤلاء الذين يقولون خلقوا بالباطل، خلق الخلق بالباطل، أي بلا غاية بلا حكمة بلا حكمة تحقيق العبودية. أنكر الله على من زعم أنه خلق الخلق لمجرد الطعام والشراب والنكاح، لأن هذا هو الباطل. يقول: ذلك مما يتعالى عنه أحكم الحاكمين والإله الحق. فإذا خرج العبد عما خلق له من العبودية والطاعة فقد خرج عن أحب الأشياء إليه سبحانه، وعن الغاية التي خلقت الخليقة لأجلها، وعن الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة، وصار كأنه خلق عبثا لغير شيء، صار أسلوب حياته يدل على أنه يعتقد أنه خلق عبثا. هذا الذي يعيش في الحياة صحبة الأنعام السائمة، يعني يعيش يصحب من حوله كما تصحب الأنعام والبهائم ما حولها من الطعام والشراب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يظن أنه خلق عبثا، خلق للعب، يعيش حياته يلعب ولا يعبد الله. صار كأنه خلق عبثا لغير شيء، إذ لم تخرج أرضه البذر الذي وضع فيها، لم يخرج قلبه شجرة الإيمان التي فطر الإنسان عليها لكي يظل مؤمنا ويزداد إيمانا ومعرفة بالله عز وجل. قلبه فطر على أن يميل إلى الله، وهو مهيأ لأنواع المعارف التي لا يحتملها باقي الخلق. القلب الإنساني مهيأ لأن يحل فيه حب الله سبحانه وتعالى، والخوف منه ورجاؤه والتوكل عليه ومعرفة أسمائه وصفاته والتأثر بذلك،
وأن يجد لذة وحلاوة الإيمان القلب الإنساني مهيئ لذلك. وهذه هي البذرة الطيبة التهيئة. فلو أنه لم يخرج هذا الأمر من حيز التهيئة إلى الولود فأرضه لم تخرج البذرة الذي يوضع فيها، بل قلبته شوكا ودغلا، قلبه جعل الفطرة تنحرف، جعل ما ذبل عليه وما هيئ له ينحرف إلى شيء آخر، وهو أن يمتلئ قلبه بأحوال الشياطين ونعوذ بالله وأحوال البهائم نعوذ بالله. فهو يكره الشرع ويحاربه ويخاف غير الله ويرجو غير الله ويعمل لغير وجهه سبحانه وتعالى وهكذا. فهذا معنى قلبته شوكا ودغلا، دغلا النباتات السامة الفاسدة الشوك نحوها. فإذا راجع ما خلق له وأوجد لأجله، فإذا راجع العبد ما خلق له وأوجد لأجله، أوجده الله لأجله، فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى خالقه وخاطره، ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق من أجلها، وخرج عن معنى العبث والسدى والباطل، فاشتدت محبة الرب له. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأوجبت هذه المحبة فرحا كأعظم ما يقدر من الفرح. ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لذكره، ولكن لا فرحة أعظم من فرحة هذا الواجد الفاقد لمادة حياته وبلاغه في سفره بعد إياسه من أسباب الحياة بفقده، هو الذي فقد بعيره وقد أضله في أرض كلا، وفقد أسباب حياته مادة حياته وبلاغه في سفره، ويأس من أسباب الحياة وانتظر الموت ثم وجد هذا البعير. وهذا كشدة محبته لتوبة التائب المحب إذا اشتدت محبته للشيء وغاب عنه، فعودة العائد المحب إذا اشتدت الغيبة، إذا اشتدت المحبة واشتدت فترة الغياب. يقول ثم وجده وصار طوع يده، فلا فرحة أعظم من فرحته به. فما الظن، يضرب مثال حتى يقرب الأمر لتعلم أنه أعظم من ذلك، يقول فما الظن بمحبوب لك تحبه حبا شديدا أثره عدوك وحال بينك وبينه، وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب ويعرضه لأنواع الهلاك، وأنت أولى به منه، أنت أولى به من ذلك العدو، وهو غرسك وتربيتك، ثم إنه انفلت من عدوه ووافاك على غير ميعاد، فلم يفجأك إلا وهو على بابك يتملقك ويترباك ويستعينك ويمرغ خديه على تراب أعتابك، فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفسك ورضيته لقربك وآثرته على سواه؟ هذا ولست الذي أوجدته وخلقته وأسبغت عليه نعمك، والله عز وجل هو الذي أوجد عبده وخلقه وكونه وأسبغ عليه نعمه، وهو يحب أن يتمها عليه فيصير مظهرا لنعمه، أو مظهرا لنعمه، فيصير مظهرا لنعمه قابلا لها شاكرا لها محبا لوليها مطيعا له عابدا له معاديا لعدوه مبغضا له عاصيا له. والله تعالى يحب من عبده معاداة عدوه، معاداة إبليس ومعاداة الكفار، يحب أن يبغض المؤمن أعداء الله في سبيله عز وجل، يحب أن يحب في الله وأن يبغض في الله، وأن يوالوا في الله وأن يعادوا في الله. يقول والله تعالى يحب من عبده معاداة عدوه ومعصيته، يحب من عبده معاداة عدوه ومعصيته، يحب معصية العدو، يحب أن يعصي المؤمن إبليس والشياطين ومخالفته، يحب أن يخالفوا هذا العدو، كما يحب أن يوالى الله مولاه سبحانه وأن يوالي الله مولاه، كما يحب أن يوالي العبد الله مولاه سبحانه ويطيعه ويعبده.
فتنضاف محبته لعبادته وطاعته والإنابة إليه إلى محبته لعداوة علوه ومعصيته ومخالفته، فتشتد المحبة منه سبحانه مع حصول محبوبه، وهذا هو حقيقة الفرح. والله سبحانه وتعالى يعلم أن عبده المؤمن يعاني أثناء المعصية، يعاني من تسلط العدو عليه، وأنه يثيبه فعلا أنواع العذاب، لأنه لا يتمتع بشيء من هذه الدنيا ولا يجد ما كان يجده من أثر القرب، فعدوه يثيبه سوء العذاب. وإن كان الناس يظنون أنهم أثناء المعصية يتلذذون، لكنها في الحقيقة أنواع الألم والعذاب. فلذلك يفرح الله عز وجل بتوبة عبده حين ينفلت من إبليس وينفلت من شياطين الإنس والجن ويتركهم ويعود إلى الله ويتوب إلى الله عز وجل. يقول وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة: عبدي الذي سرت به نفسي. وهذا لكمال محبته له جعله مما تسر نفسه به سبحانه. لفظ السرور لا أعلم دليلا على ثبوته في الكتاب والسنة، لكن لفظ الفرح هذا الذي ينبغي أن تترجم له هذه الكلمات حتى لو ثبتت. يعني فالله عز وجل يفرح بنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ومن هذا ضحكه سبحانه من عبده حين يأتي من عبوديته بأعظم ما يحب، فيضحك سبحانه فرحا ورضا، كما يضحك من عبده إذا سار عن وطائه وفراشه ومضاجعة حبيبه إلى خدمته يتلو آياته ويتملقه. يضحك من عبده إذا سار عن وطائه، عن الفراش الذي ينام عليه، ومضاجعة حبيبه امرأته الجميلة، رجل كان له يعني له امرأة جميلة وفراش وطيء يعني مهيأ وفراش لين، فيقوم من الليل يدعو الله عز وجل ويصلي، يقوم إلى خدمته أي إلى طاعته. لفظ الخدمة استعملها كثيرا أرباب السلوك، ولم يرد في الكتاب والسنة الخدمة، إنما ورد العبادة والطاعة. يتلو آياته ويتملقه. يقول ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو فأقبل إليهم وباع نفسه لله ولقاهم نحره حتى قتل في محبته ورضاه، لم يفر حين فر الناس. الحديث أن الله يضحك إلى هؤلاء الثلاثة الثالث آتي، وهو حديث حسن. قال ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوه فتخلف بأعقابهم وأعطاه سرا حيث لا يراه إلا الله الذي أعطاه. هذا الضحك منه سبحانه حبا له، حبا لعبده وفرحا به. وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة فيضحك إليه فرحا به وبقدومه عليه. يقول وليس في إثبات هذه الصفات، صفة الضحك صفة الفرح، ليس في إثبات هذه الصفات محظور البتة، فإنه فرح ليس كمثله شيء، وضحك ليس كمثله شيء، وحكمه حكم رضاه ومحبته وإرادته وسائر صفاته. فالباب باب واحد لا تمثيل ولا تعطيل، لا نشبه بالخلق، لا نمثل بالخلق، ولا نعطل، ولا نقول صفة الفرح صفة خفة وتهور مثلا، أو صفة الضحك صفة نقص أو كذا، لا نقول ذلك ولا نؤولها إلى الإرادة، بل الإرادة صفة كمال، والفرح صفة كمال، والضحك صفة كمال، وهي كلها صفات الأفعال، صفة الضحك وصفة الفرح وغيرها صفة الأفعال متعلقة بإرادته عز وجل. يقول وليس ما يلزم به المعطل المثبت إلا ظلم محض. يقول له المعطل عشان يعطل الصفات دي، يقول للمثبت يقول له يلزمك من ذلك كذا وكذا، يلزمك ان تثبت لله الخفة مثلا، ونقول هذا كلام باطل، لا نثبت لله عز وجل النقص بل نثبت لله صفة الكمال. يقول ليس ما يلزم به المعطل المثبت الا ظلم محض وتناقض وتلاعب،
فإن هذا لو كان لازما للزم رحمته، يعني يقول الرحمة ضعف، وهما في الحقيقة النفاة ينفون صفة الرحمة ولكن يثبتون صفة الإرادة، اللي هم الأشاعرة يثبتون صفة الإرادة. وهذه لو قلتم أن الفرح يلزم منه التشبيه، يلزم منه إثبات صفة النقص، لا لازم من إثبات الإرادة التشبيه، لأن العبد مريد والله عز وجل مريد، له إرادة سبحانه وتعالى. فإذا قلت يلزم من ذلك التشبيه للزم من الإرادة، فتحويل هذه الصفات تأويلها إلى صفة الإرادة لا يغير من الأمر شيء، ليس إلا التناقض. يقول فإن هذا لو كان لازما لصفة النقص أو التشبيه للزم رحمته وإرادته ومشيئته وسمعه وبصره وعلمه وسائر صفاته، فكيف جاء هذا اللزوم لهذه الصفة دون الأخرى؟ لماذا لزم التشبيه من هذا من إثبات الفرح دون أن يثبته من إثبات العلم، دون أن يلزمه من إثبات العلم؟ فلو قلت لأن الله عز وجل علمه ليس كعلم المخلوقين، فقل إذن فرحه ليس كفرح المخلوقين، وهكذا في سائر الصفات. يقول هل يجد ذو عقل إلى الفرق سبيلا؟ فما ثم إلا التعطيل المحض المطلق أو الإثبات المطلق لكل ما ورد به النص، والتناقض لا يرضاه المحصلون. والتعطيل طبعا ده في الحقيقة يلزم منه التشبيه بالعدم، لو قلنا بنفي كل الصفات يلزم منه التشبيه بالإيه؟ بالعدم، فيكون تعطيلا وتشبيها في نفس الوقت. وأيهما أكثر نقصا أشد نقصا، التشبيه بالمخلوق الحي السميع البصير أم التشبيه بالعدم الذي لا شيء؟ فالذين يقولون ليس لا نستطيع نثبت الحياة ولا السمع والبصر ولا الإرادة، أنت تشبهه بالعدم، ففي الحقيقة المعطل مشبه بأسوأ مما يتهم به خصمه الذي يقول أنت تشبه الله بخلقه، فهو يشبهه بالعدم والعياذ بالله. ولذلك التعطيل المحض أسوأ. طب اللي بيثبت بعضا وينفي بعضا، يقول له طب ايه الفرق بين ما اثبتته وبين ما نفيته؟ يقول لك الصفات اللي انت اثبتتها دي اللي هي الفرح والضحك والرضا والرحمه واليد والقدم ونحو ذلك يلزم منها التشبيه. يقول له طب لماذا لم يلزم من السمع والبصر؟ يقول لك لا، السمع والبصر ليس ليس كسمع المخلوق ولا كبصر المخلوق. يقول له طب اثبت فرح ورضا ورحمة ليست كفرح ولا رضا ولا رحمة ليه المخلوق، يبقى مفيش فرق في ذلك ويلزم الفصل التناقض. يقول هذا في ذكر صفة الفرح لله سبحانه وتعالى التي هي جعلها من ضمن ما يشهده العبد من الأسماء والصفات في التوبة، يشهد آثار الأسماء والصفات. هو قال إن الله إنما خلى العبد والذنب لأجل معنيين لا صاحب المنازل، يقول أحدهما أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. والشيخ أضاف إليها كثيرا من شهود الأسماء والصفات، يشهد جرائم الحكم، يشهد حلم الله، يشهد كرم الله في قبول العذر، أن يكمل الله لعبده مراتب العبودية، أن يشهد آثار الأسماء والصفات، ومنها أن يشهد فرح الرب سبحانه وتعالى وتعلقه بالجود والكرم وتعلقه بالإلهية. الثاني من كلام الإمام من كلام صاحب المنازل، يقول أحدها أن يعرف عزته في قضائه، الثاني أن يقيم على عبده حدة عدله، الله خلى بين العبد وبين الذنب ليقيم على عبده حدة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. يقول اعترف العبد بقيام حدة الله عليه من لوازم الإيمان، أطاع أم عصى؟ فإن حدة الله قامت على العباد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به سواء علم أو جهل. كلام في غاية الضبط والأهمية كذلك. يقول فإن حدة الله قامت على العبد بإرسال الرسول، بالضبط ذلك قول الله عز وجل
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ده رد على من يزعم رحمكم الله أن الحجة قائمة على العباد بالعقول أو بما يحرف بعض المعاصرين كلام المعتزلة حتى لا يصطدم بإنكار الناس عليه فيقول بميثاق الفطرة، أو بعضهم يقول بالميثاق الأول. المعتزلة أصلا ما بيفرشوش الميثاق الأول اللي هو ميثاق عالم الذر. البعض المتأخرين قال بنفس الكلام وقال أن بعثة الرسل لا تلزم في إقامة الحجة، فهذا كلام من أبطل الباطل. وهذا الذي يؤصل عليه منكر العذر بالعدم البلاغ، بالجهل الناس عن عدم البلاغ، حجتهم اللي فاهم القضية منهم بيقول كده، بيقول أصلا إن الحجة قائمة على العباد بالفطرة أو بالميثاق الأول، اللي هو كلام المعتزلة اللي هو بالعقل. فابن القيم رحمه الله يثبت هذا بأهل السنة، وهو أن إرسال الرسول وإنزال الكتاب هو الذي تقوم به الحجة. ويضيف كلاما مهما جدا يقول وبلوغ ذلك إليه. وإلا فبعض الجهل أيضا ممن ينكر يعني هذه المسألة، ممن ينكر العذر بالجهل، يقول إن خلاص الحجة قامت على الناس لأن ربنا أرسل الرسول. طبعا العبرة أن يبلغ الإنسان المكلف خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون متمكنا من العلم به. ودي نقطتين مهمين جدا، لأن البعض يقول لك ثم القرآن موجوده الناس ما تعلمتوش. لا، العبرة أن يبلغه ذلك تفصيلا، تبلغ الحجة التفصيلية ذلك. في فرق بين أنه هو يكون موجود وأنه يكون إيه بلغ ولا ما بلغوش. وبعد ما يبلغه الذي يكون متمكن من الإيه من العلم به. التمكن من العلم دي اللي بعض الناس يفهمها غلط، وهو ويجعل كون الإنسان قادر على السؤال والبحث بعد أن يصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفيلا بأن هو تقوم عليه الحجة دون أن يبلغه بالفعل، أو دون أن يكون متمكنا من الفهم، متمكن من الفهم لسلامة الحواس. ممكن الإنسان يبلغه خبر الرسول بلغة، اللغة دي تكون غير لغته فيبقاش فاهم، فيبقى غير متمكن من الإيه من العلم. العلم اللي هو الفهم، حصول الفهم للإنسان في قلبه. فالبعض بيظن إن المقصود بالتمكن من العلم إن هو مجرد إنه يكون قادر على السؤال. وانت أي واحد لو جعل يبحث في الأرض عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لوصل. لكن العبرة أن يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، يسمع بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا بلغته لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبحث، هنا لزمته الحجة بقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. طب إذا صدق بلا إله إلا الله محمد رسول الله يلزمه بعد ذلك أن يتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يكفر إذا خالف شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبلغه ذلك. طب إيه الدليل على اشتراط البلوغ؟ قال الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ. يبقى من بلغه القرآن فهو المنذر، من لم يبلغه القرآن فهو غير منذر. بلغه إجمالا فصدق به إجمالا، جاء القرآن بلغ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بهذا الكتاب فصدق به جملة، بس لسه مش عارف إيه اللي فيه. يبقى هذا ينفعه تصديقه حتى ولو جهل تفاصيل ما في الكتاب. فإذا بلغه تفصيل ما في الكتاب آية آية لزمته الحجة فيما إيه؟ فيما بلغه دون ما لم يبلغه. طب لو بلغته بطريقة ما يفهمهاش اللي زيه، ما يقدرش يفهمها، غير متمكن من العلم، يبقى لابد من في قيام الحجة من إرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم، سواء علم أو جهل. بعد يمكن يقول جهل، نعم ممكن يجهل الإنسان بعد أن يفعل تبلغه الآيات ويعرض عنها ويبقى فاكر نفسه على الهدى والحق. هو متمكن من الفهم، اللسان ده هو لسانه والآيات بلغته، ولو تدبر ولو فهم فإنه سوف يفهم، ولكنه لم يفعل. فهذا ممن قال الله فيه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فده جهل ناشئ عن إيه؟ في الإعراض، لأنه أعرض عن آيات الله سبحانه وتعالى فلم يفهم الحق.
وهو متمكن من ذلك، يبقى بلغته وهو متمكن ولم يفهم ولم يعلم، يبقى سواء علم او جهل هو ده. اذا هو الصح ان احنا نقول بدل ما نقول العذر بالجهل، الصح ان نقول العذر بعدم الايه البلاغ، ده اضبط ماشي. او نقول العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ، لان البعض يظن ان اي نوع من انواع الجهل الانسان يكون ايه معذورا به، وهذا ليس بصحيح. فان الله وصف الكفار بالجهل ووصفهم بعدم العلم ولم يعذرهم سبحانه وتعالى ولم يقبل ذلك، وانما اتتهم الحجج والايات وكانوا متمكنين من العلم. اتتك اياتنا فنسيتها. يقول: فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة، والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. ده بقى سواء في الكفر وفيما دون ذلك، لأن قضية قيام الحجة مش فقط متعلقة بالكفر، بل متعلقة أيضا بالإيه؟ بالفسق وبالظلم وبالمعصية. ان الانسان هيكون ينطبق عليه اسم العاصي واسم الفاسق ام لا، ينطبق عليه اسم الظالم لنفسه ام لا، لان ممكن الانسان يكون لا يعني قد فعل المعصية ولا ينطبق عليه انه فاسق، لانه فعل هذه المعصية ولم يبلغه انها معصية ولم يكن متمكنا من العلم بانها معصية. لكن اذا كان متمكنا وقصر فقد قامت عليه الحجة، فإذا عاقب زي بيقول وبلغه إيه ذلك، إذا بلغه ذلك وتمكن من العلم وقصر. يقول: قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. كلما ألقي فيها فوج، يبقى ما فيش ولا حد هيخش النار الا وهو ممن جاءه الايه النذير. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. وفي الايه قولان: احدهما ما كان ليهلكها بظلم منهم، الثاني ما كان ليهلكها بظلم منه. ما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، طبعا هو دي اقرب الاقوال فيها القول الثاني بظلم منه عز وجل، لأنه قال وأهلها مصلحون. يقول: المعنى على القول الأول ما كان ليهلكها بظلمهم المتقدم وهم مصلحون الآن، أي بعد أن أصلحوا وتابوا لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من الظلم. وعلى القول الثاني إنه لم يكن ظالما لهم في إهلاكهم، فإنه لم يهلكهم وهم مصلحون وإنما أهلكهم وهم ظالمون، ده ظاهر الآية. يقول: فهم الظالمون لمخالفتهم وهو العادل في إهلاكهم. والقولان في آية الأنعام أيضا: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، قيل لم يكن مهلكهم بظلمهم وشركهم وهم غافلون لم ينذروا ولم يأتهم رسول، إذا لم يكن يفعل ذلك عز وجل حتى يرسل إليهم من ينبههم من غفلتهم. القول الثاني: لم يكن يهلكهم قبل التذكير بإرسال الرسول فيكون قد ظلمهم، إذا بظلم منه عز وجل، لأن الإهلاك قبل إرسال الرسول ظلم، فإنه سبحانه لا يؤاخذ أحدا ولا يعاقبه إلا بذنبه، وإنما يكون مذنبا إذا خالف أمره ونهيه، وذلك إنما يعلم بالرسل. الغرض المقصود أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، نفى عن نفسه الظلم، وهو سبحانه وتعالى جعل يعني من ضمن الذي نزه نفسه عنه أن يعذب الناس دون إرسال الرسل. ولذلك الذي يقول بأن الله يعذب دون إرسال الرسل يتهم الله بالظلم، نعوذ بالله. يقول: فإذا شاهد العبد القدر السابق بالذنب علم أن الله سبحانه قدره سببا مقتضيا لأثره من العقوبة، كما قدر الطاعة سببا مقتضيا للثواب، وكذلك تقدير سائر أسباب الخير والشر، كجعل السم سببا للموت والنار سببا للإحراق والماء سببا للإغراق. قدرة ربنا سبحانه وتعالى، قدر ربنا عز وجل كان قادرا أن يجعل المادة دي مش تامة، زي ما احنا جعل مادة مثلا البروتينات
والنشويات دي مواد ايه؟ مفيدة مش كده؟ وجعل مثلا السيانايد دي مادة ايه؟ سامة. احنا اللي عملنا دي وعملنا دي ولا خلينا اثر ده كده واثر ده كده؟ مش احنا ربنا الذي قدر ذلك سبحانه وتعالى. فهو عز وجل جعل الاسباب مقتضية لنتائجها، وكذلك جعل الذنوب مقتضية للعقوبة، وجعل الطاعة مقتضية للثواب بفضل الله. فإذا أقدم العبد على سبب الهلاك وقد عرف أنه سبب الهلاك فهلك، فالحدة مركبة عليه، قائمة عليه، والمؤاخذة لازمة له، كالحريق مثلا والذنب كالنار وإتيانه له. الحريق النار سبب للحريق، الذنب إتيانه للذنب سبب وقوع العذاب عليه. يقول كتقديمه نفسه للنار، وملاحظة الحكم فيما لا يجزي عليه شيئا، فإنما الذي يشهده عند قيام الحدة عليه ملاحظة الأمر لا ملاحظة القدر. ولذلك الكفار يحتدوا بالقدر عند ثبوت الحدة يوم القيامة. قال عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قال عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذر لكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فلم ينفعهم هذا، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الغرض إن هو إذا لاحظوا القدر عند قيام الحجة لم ينفعهم، بل يلزمون بأن الأمر قد بلغهم. يقول فجعلوا صاحب المنازل هذه اللطيفة من ملاحظة الجناية والقضية ليس بالبين، بل هو من ملاحظة الجناية والأمر، لكن مراده أن سر التقدير أنه قد علم أن هذا العبد لا يصلح إلا للوقود، كالشوك الذي لا يصلح إلا للنار، والشجرة تشتمل على الثمر والشوك، فاقتضى عدله سبحانه أن يسوق هذا العبد إلى ما لا يصلح إلا له، وأن يقيم عليه حدة عدله. يبقى لما تشهد ذنوب العباد، تشهد فيها أن ربنا عز وجل قدر أن يكون للنار نصيبا، فلا بد أن يفعلوا ما يدخلون به النار عدلا منه عز وجل. فيقول فإذ قدر عليه الذنب فواقعه فاستحق ما خلق له. قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فالله عز وجل حكم بعذاب الكفار بالحق لا بالظلم، بالعدل منه سبحانه وتعالى. فالله حقت كلمته، حقت كلمة العذاب على الكافرين، لم يظلمهم عز وجل. فأخبر سبحانه أن الناس قسمان، حي قابل للانتفاع يقبل الإنذار وينتفع به لينذر من كان حيا، وميت لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به ويحق القول على الكافرين، لأن أرضه ميت لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به، لأن أرضه غير زاكية، ولا قابلة لقيد البتة، فيحق عليه القول بالعذاب، وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه، لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان، مش بأنه مش مهيئ من البداية، لا، لازم يعمل، بل لأنه غير قابل ولا فاعل، وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول، غير قابل ولا فاعل بعد ما يبلغه خبر الرسول، ثم يقبلش ما جاء به من الحق. إذ لو عذبه بكونه غير قابل لقال، لو هو صحيح إنما يتبين كونه غير فاعل بعد قيام الحجة عليه بالرسول، إذ لو عذبه بكونه غير قابل، لقال لو جاءني رسول منك لم تسلت أمرك، فأرسل إليه رسوله فأمره ونهاه، فعصى الرسول بكونه غير قابل للهدى، فعوقب بكونه غير فاعل، مش بس ان هو غير
قابل للهدى. هو ربنا قبل أن يفعلوا يعلم من الذي يقبل ومن الذي يرفض، لكن لا يعذبهم إلا إذا فعلوا. فالله لا يعذب العباد على ما علم أنهم سوف يفعلونه، بل على ما علم أنهم قد فعلوه. يقول: فعوقب بكونه غير فاعل فحق عليه القول أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول، كما قال تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، وحق عليه العذاب كقوله تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. فالكلمة التي حقت كلمتان: كلمة الإضلال وكلمة العذاب، كما قال تعالى: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وكلمته سبحانه إنما حقت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم، فحقت عليهم كلمة حجته وكلمة عدله بعقوبته. حاصل هذا كله أن الله سبحانه أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني، مراده الديني منهم لا مع مراد أنفسهم. فأهل طاعته آثروا الله ومراده عز وجل على مرادهم فاستحقوا كرامته، وأهل معصيته آثروا مرادهم على مراد الله، آثروا إرادتهم شهواتهم على ما أراده الله شرعا. وعلم سبحانه منهم أنهم لا يؤثرون مراده البتة، وإنما يؤثرون أهواءهم ومرادهم، فأمرهم ونهاهم عدلا منه عز وجل، فظهر بأمره ونهيه من القدر الذي قدر عليهم من إيثارهم هواء أنفسهم ومرادهم، من إيثارهم مرادهم على مرضات ربهم ومراده، فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله فعاقبهم بظلمهم. القضية كلها إن من ضمن ما يشهده العبد في تقدير الذنوب على العباد عدل الله عز وجل، وأنه قد أقام الحجة على العباد ولم يعذبهم ظلما منه سبحانه وتعالى. وهذا مشهد يستفيد منه العبد في معاصي الخلق، في شهود عدل الله سبحانه وتعالى، وهو نفسه ضمن ذلك إذا كان قد عوقب على ذنبه في وقت من الأوقات، فهو أحيانا يشهد عقوبة الله عز وجل له على ذنب أذنبه، مش لازم في الآخرة، بل ممكن في الدنيا، يوم يصب بلايا ومحن: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذا العبد لما يشهد العقوبة ما يقولش هو ليه ربنا بيعمل فيها كده، إذا يشهد عدله سبحانه وتعالى، يشهد أن ربنا عز وجل عدل معه ولم يظلم، لأنه أقام عليه الحجة. وإن كان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فذلك فضله المتجدد منه سبحانه وتعالى على عبده المؤمن. لا، ده هو هيشعره بأن اللي أصابه له ما كانش ظلم من ربنا، عشان إيه؟ يفر من مصيبة عظيمة بتحصل عند البلايا والمحن، إن ربنا ظلمنا وإن إحنا نستحقش كل اللي بيحصل لنا ده، فيقوم يرتكب جريمة أعظم. فشهود عدل الله سبحانه وتعالى يمنعه من إيه؟ من هذا الأمر، مش إنه هيرضى بالمعصية، بالعكس، ده هو شهود العدل ده يشهد فيه، لازم يشهد فيه إن إقامة الحجة، إقامة الحجة تكون بالإيه؟ بالأمر والنهي، فإزاي هيرضى بما نهى الله عز وجل عنه؟ بالعكس، ده عكس الكلام. انت تقول ده ان هو لما يشهد عدل الله يشهد إقامة الحجة بالأمر والنهي ببلوغ الآيات، يبقى العباد مكلفين بأن يلتزموا الأمر ويجتنبوا ليه النهي. بالعكس، ده يدفعوا إلى التوبة ويعرفوا أثر العقوبة العاجل، أثر الذنب العاجل بالعقوبة في الدنيا عشان يتوب إلى الله. ولما يشوف ذنوب الناس اللي هم ماتوا على الكفر مثلا يقول سبحان الله، عدل سبحانه وتعالى لم يظلمهم سبحانه وتعالى. قل قول هذا الصوت الحين. عليك الصلاة. يقول أنا عرفت مثلا من صفة السمع أنه يسمع كل مسموع. طب صفة الفرح إيه اللي عرفه؟ اللي تعرفه منها يوم تتوب تجد أن الله سبحانه وتعالى تعلم منها أن ربنا يفرح بعودتك. ضرب لك المثال، أنت بتبقى فرحان إزاي ابنك اللي أنت ربيته
ساب البيت ومشي ما سمعش كلامك وراح العدو بهدله اخر بهدله وبعدين راح جاي فارس وقال له معلش انا كنت غلطان وما سمعتش كلامك. تفرح بيه ولا ما تفرحش؟ تفرح بيه فرح شديد، يعرف ان ربنا يفرح اعظم من هذا الفرح، وفرح يليق بجلاله وعظمته. هل التأويل بجهل جزئي من البلاغ فيه عذر؟ يعني ايه بقى بجهل جزئي؟ تأويل بجهل جزئي مش فاهم صاحب السؤال يقوله. صلاة الفجر فيها يعني في هذه الأوقات مع قصر الليل والأوقات فيها مع زيادة القصر تحتاج إلى تذكير الأخ يذكر الأخوة بأهمية صلاة الفجر جزاه الله خير. ممكن يتعاون الأخوة بالإيقاظ باتصال بالتليفون أو كذا. هل هناك أدعية لمن لا ينجب؟ ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. إيداع النقود في فروع المعاملات الإسلامية للنوك الربوية، إذا كانت المعاملات فيها إسلامية وفيها هيئة رقابة شرعية فلا بأس. النصيحة يعني إن البنوك اللي هي إسلامية أكثر تكون يعني أكثر احتياطا يعني. لكن لو هو فعلا علم إن جميع المعاملات سواء البنك الوطني للتنمية أو غيره في فرع معاملات إسلامية وفي التزام بالمعاملة الإسلامية فلا بأس. شراء سلعة نقدا لأي شخص حسب احتياجه لها فإضافة 30% من أجل التخصيص حرام، لعلما بأني أوصلها إلى بيتي حيث أقصد. طالما أنت تقبضها من المكان وتوصلها وتدخل في ضمانك وتستلمها وتوصلها إلى بيتي فلا حرج عليك، وأنت تخبره يعني الثمن الإجمالي للسلعة وأقساط السلعة كذا وكذا. أحيانا صاحب السلعة يسرعها معي ويركب معي في نفس العربية، المهم إنها تكون في العربية دي بضمانك. العربية عملت حتى تقولوش استلمتها خلاص، لازم انت اللي تستلمها له فين؟ في البيت عند بيته مثلا او بعد ما تخرجها من المكان. وصلة الدش لاستعمالها في القنوات الاسلامية زي المجد ويخبر الناس ولا ما يقول لهمش ما يجيبش احسن الدش؟ والله انا احب الي ان لا يفعل، ولكن ان فعل لا احرم ذلك ولا انهى عنه، ان هو هينتفع بها فيما يجوز ويبلغ الناس ويقول لهم ان هو جايبها للقنوات الاسلاميه بس. وانا اسمع ان في طبق خاص لقناه المجد يبقى خلاص ممكن هو يجيبه مخصوص. حكم ادخال الصوره الشخصيه على الايميل وارسلها لمن يحب ارسلها اليه؟ والله انا ارى ان هذا مما لا كبيره لا فائده من ذلك، لكن انا لا اقول بالتحريم للصور الفوتوغرافيه الا اذا تضمنت محرما كان تعلق، لان هذا فيه تعظيم او تعظيم صور الكبراء والزعماء والعلماء، او ان تتضمن عوره مكشوفه تكون محرمه. لكن مساله فيها اجتهاد والاحتياط تجنب ذلك ان امكن. اذا كان يعمل في مكان يتواضع عليه نساء وفتيات كثيرا هل ان يدعوهن؟ وما هي الحدود في ذلك؟ يدعو وهو غض بصره كلمة وينتهي من يعني بحيث لا يفتح يعني ايه ابواب فتنة على نفسه. هل يجوز ان يقول للنصارى فرادى وجماعات ابشروا بالنار؟ انما شرع ذلك اذا مرت بقبور المشركين، اذا مرت بقبورهم، وليس انك تقول لهم في اليقظة وفي اليوم الواحد كل ما تشوفه ابشر بالنار ابشر بالنار، وإنما إذا مرت بقبورهم أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تبشرهم بالنار. برضو إذا أقول متبرجات البنطلون حرام والحجاب أو النار أو تغطية الرجل واجبة هل يجوز؟ لا ما يجوزش يجب. تقول لهم الحجاب فرض، الحجاب فرض، تقول لهم البنطلون الضيق حرام
هم طبعا لابسين من فرون ايه ضيق، تقول لهم تغطية الرجل واجبة، اقول لهم يفعل بعض العادات السيئة ويضيع صلاة الفجر. توب إلى الله سبحانه وتعالى وارجع إلى الله عز وجل، قاوم ولا تستسلم. إياك أن يعني يوقعك الشيطان في اليأس، قاوم واستمر في الجهاد. والله المستعان. قل قولي هذا، أستغفر الله.